بسم الله الرحمن الرحيم. صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. اليوم غادي نديرو واحد الخبز اللي والم شهر رمضان. كي نعرفو شهر رمضان نقعدو نتشهاو ونبغو الخبز شباب، دونك هذا الخبز سبيسيال لموا د رمضان. غادي كي تشوفوه يبان لكم صعيب شويه، مي تبعوني وغادي نديروه ايتاب ايتاب. فوالا، هنايا شخصنا هنا خصنا زوج عبار تاع فرينه، زوج عبار تاع فرينه، هذه المرحله الاولى، وزوج عبار تاع ماء. هنايا زوج مغارف صغار تاع حليبه اون بودغ، مغرف صغيره تاع خميره، مغرف زوج مغارف تاع السكر صغار، زوج مغارف كبار تاع الزيت، ومغرف صغيره تاع لوفور كيميك. فوالا، دونك هنايا نبداو على بركه الله. هنايا العبر اللي عبرنا به الفرينه كما راكم تشوفوا فيه كيف كيف، دونك نعبروا به الماء. فوالا، نديروا زوج عبار تاع ماء، والماء تاعنا يكون دافي. فوالا، نزيدوا الزوج. فوالا، الخبز بطريقه سهله كيما كاع الخبز. فوالا، نزيدوا الخميره تاعنا، قلنا مغرف صغيره تاع خميره، زوج مغارف صغار تاع حليب اون بودغ، وزوج مغارف صغار تاع السكر، ونخلطوا كل شيء في رحبه. هذه قلنا هذه المرحله الاولى. فوالا، دونك هنايا نزيد الفرينه، زوج عبار تاعنا تاع فرينه، فوالا، ونخلطوا كل شيء في رحبه. غادي نتحصلوا على عجينه، ماشي عجينه، ميلونج ليكيد. فوالا، دروك هذا غادي نغطوه ونخلوه يخمر. فوالا، نخلوه واحد الان كاردوغ ولا يخمر. هنايا راه كيما راكم تشوفوا راه خمر لنا. دروك هذه المرحله الثانيه، دونك عندنا زوج عبار وحد اخرين تاع فرينه. فوالا، وعندنا الزيت اللي قلنا عليه على زوج مغارف كبار تاع زيت. فوالا، نزيدو الفرينه، زوج عبار تاع الفرينه. فوالا، سهله كيما نديرو الخبز الخبز تاعنا. هنايا نزيدو مغرف صغيره تاع ملح. فوالا، ومغرف صغيره تاع لا ليفور كيميك، مغرف صغيره. وهنا ماهيش معمره بزاف، غادي نزيد شويه لق مغرف، مغرف معمره. فوالا، دروك هنا نستعملو يدينا نخلطو. هنا المقادير تاوعي درت لي بول كيما شفتوهم راهم صغار، نتوما الا بغيتو دوبلو لا كونتيتي دوبلوها. هنايا الخبز تاعنا راه خمر كيما راكم تشوفوا فيه، نوجدو فرينه وزيت زيتون. فوالا، وشوفوني دروك الطريقه كي دايره تاع الخبز، سهله غتبان لكم صعبه، مي كي تشوفوها سهله. فوالا، هنايا لاباط تاعي راني قسمتها اون دو. بون، الطرف الاول نخليه، والطرف الزاوج غادي نقلع منه ان بتي مورسو كيما راكم تشوفوا، راني قلعت منه طرف، هذا نوخره دو كوتي. دونك الطرف الاول غادي نقطعه على ربعه تاع الطرف اون 5 مورسو كيما راكم تشوفوا. فوالا، وهذا راكم تشوفوا فيه بلي ولا صغير على الاول، تاني غادي نقطعوه على خمسة تاع اطراف. فوالا، نكوروهم ونديروهم دويرات. فوالا، كيما راكم تشوفوا هذه صغيره على الوالا، صغيره غير شويه ماشي بزاف. راني راكم تشوفوا فيهم راهم خمسة من وهذيك الاولى اللي قلعناها تاع الوسط، هذيك نوخروها خلوها دو كوتي، هذه كاع تاليه. دونك
نبداو بالكريات الكبار، دونك نسيو نحلوهم على شكل دائري، ما تجيناش عوجين، نسيو نحلوهم مدورين. فوالا نجيبو البلا تاعنا ونحطوه في البلا، نحطوها في البلا وندهنوها بزيت زيتون. هذه اختيارية، انا بغيتو ديرو الدهان دوبوه الدهان ولا ديرو زيت زيتون، انا جو بريفير زيت زيتون. فوالا نزيدو الزوجة والثالثة الرابعة حتى الخامسة. فوالا وكل طبقة نزيدو عليها زيت زيتون كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا نزيدو، فوالا حتى ندير خمس طبقات. بون هذه التالية نسيو نحلوها بلوس كبيرة على الاخرين. فوالا باه نغطو بها كاع هادوك لي كوش اللي درناهم. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها طريقة سهلة. فوالا نسيو هنايا نبسطوها شوية باه تكبر شوية، دونك ما نخافوهاش، راهي فيها زيت زيتون، كل دائرة راهي فيها في وسطها الزيت زيتون، دونك غادي تجينا البان تاعنا فويتي. فوالا هنايا نجيبو الاخر باه نقطعو، وغادي نقطعو تاع البيتزا ونقطعوها على ربعة كيما راكم تشوفو، نديرو ان بلوس على ربعة، وهاديك الربعة نزيدو نقطعوها اونكوغ على ربع خطرات. فوالا دونك طيح لنا 8 تاع لي بار. فوالا دونك هادو كاع شوفو كي نديرو لهم، غادي نشدوهم ونرجعوهم الرولي. فوالا كيما راكم تشوفوا غادي كاع ندير لهم كيما هكا، راكم بديتو تفهموا. فوالا تبقى لنا هاد الدويره لداخل، سي بوغ سا صغرنا لاباط تاعنا، لي بول تاعنا صغرناهم باه تجينا في الوسط. دونك نروحو للخمسة اللي بقاونا، هادوك نبداو نحلو فيهم تاني كيما درنا المرحلة الأولى، غادي نديروها في الوسط. فوالا نديروها في الوسط ونزيدو ندهنوها بزيت زيتون كيما درنا الخطرة الأولى. فوالا ديرو لها زيت زيتون، وهنا نكمل كاع على هاد الطريقة كاع للخمسة، كاع الخمسة هادوك تاوعنا غادي نديرو لهم كيما هاكا. فوالا هادي جو كخوا لا كاتخيام، هادي راني ندير فيها، دونك ندير لها زيت زيتون، تبقى لي الطبقة تاع الخامسة التالية. نديرها فوقها دروك، هذه الخامسه والتاليه، هذه نسي كيما قلت لكم نسيو نكبروها، نحلوها بلوس، نكبروها على الاخرين غير شويه، غير باه تغطي لنا هذوك لي كوش تاعنا ما يولوش يبانو. بنفس الطريقه كيما درنا غادي نحلو، باغ كونط هنايا شوفوا مليح معايا، هنا كيما راكم تشوفوا هذاك تخيون هذا نقسموه في النص. فوالا كيما راكم تشوفوا تما، فوالا نزيدو لق هذيك الفتحه تجي بين في النص تاع هذاك التريونغل. فوالا باه مين نحلو يجينا فريمون لا فورم تاع لو سولي، سي بور سا سموه لو بان سولي. نسيو سقدوها بيان، حلو كاع هادو. فوالا هاد لو بان تاكلوه ما تشبعوش، و
هنا دروك ما يش محلولة مليح معليش دونك تنجمو تزيدو تحلوها كيما درت. لاباط راهي تساعف وراهي هنا تاني نزيد نحلها بيان فوالا. فوالا دروك هذاك لو مغسول اللي قلعناه كاع النهار الاول دروك نجيبوه وندخلوه في الوسط تاع هذاك الوسط اللي بقى. هذه هي اللي نديروها في الوسط فوالا. ابخي نبداو نديرو ابخي نجيبو البيض البيض ونديرو فيه شويه حليب هيا ونبداو ندهنوه فوالا. وهنا يكون عندنا الجلجلان الحب الكحله حب الطيبه والتورنوسول لي غران دو تورنوسول فوالا. ابخي كل واحد واللي عنده الا عندكم زريح الكتان تنجمو ديروها تنجمو فوالا. هنايا ندير كاع ندير البيض تاعي كاع ندهن الخبزه تاعي فوالا فوالا ندهنها بيان. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه وماذا بكم تجربوها في شهر رمضان باسكو ما غاديش تندموا عليها فوالا. يجي هاد لو بان فويتي ويجي كروستيون يجي بنين يجي فرانشمون ما تندموش عليه. بون هنا في الوسط غادي ندير لي غران دو تورنوسول فوالا. اي فوا ات جينيروز ما تطلقو يدكم في هاد الزريعه باسكو تجي بنينه فوالا. نزيد الحب الكحله كاين اللي يقولها سانوج كاين يقولها حب الكحله كل واحد وكيقولها فوالا. وي فوالا نزيد شويه هنايا هذه حبه طيبه لق كل مخصو كي تقطعوا كل مخصو عندها ان بارفان لو غو تاع 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 زريعه اللي راكم دايرينها فوالا. هنايا نديرو الجلجلان الجلجلان تاني يعطي ريحه شابه وبنه شابه فوالا فوالا. رانا كملنا لو بان تاعنا وراكم شفتو كيفاه الطريقه سهله وتنجمو تديروها. دروك ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير وفي فيديو ان شاء الله قادمه ان شاء الله. يا بالسلامه.